السلام عليكم ورحمة الله. هذا المرحاض إن شاء الله غادي ندير ليه الزليج في الأرضية ديالو. ها هو كيف كيبان لكم الناشف، وما غاديش نرشو لأن غادي نخدم بالكولة، ماشي بالسيمة، غادي نخدم بالكولة. وكيف كنقول لكم دائما راه الماء إلا رشيتي هاد البلاصة بالماء راه هاد الغبيط هذا كينوض كيتفرقع، هداكشي علاش مكنرشوهش. هادشي اللي كاين. هاد الفيديو بغيت نشرح فيه هاد القضية ديال الرشون ديال الماء، لأن كاين شي وحدين كينتقدوني بزاف، ماشي غير كينتقدوني، كيعيروني كاع، كيعطوني دروس وكيقوليك حشومة عليك، وهداكشي اللي كدير راه ما مزيانش، ونتا راك كبير وراك شارف، وما بقاليك والو باش تموت، وداكشي كامل زعما تهلاو فيا تهلاو فيا. المهم هداكشي علاش بغيت نشرح لكم هاد الطريقة هادي، علاش مكنرش أنا البلاصه اللي كيكون فيها هاد الغبيط هادي، راه ما كنرشهاش، ولكن البلاصه اللي كتكون هاديه بحال هادي راه كتشوفوها هي راه شبعانه ما راه مهلي فيها بالهوم، وهاد الدليل ها باش تعرفوا واش فيها الماء. شوف الندى فين واصل في الحيط، طالع 20 سنتيم باش طالع في الحيط الندى. البلاصه اللي ما فيهاش الغبيط كنتهلا فيها بالماء صراحه. ها هما كيف كتشوفوا راه منديه، وهاديك البلاصه اللي غنخدم فيها دابا فيها الغبيط ما كنرشها ما كندور بيها، سالينا سالينا صافي. التجربه هي اللي كتحكم. تبارك الله على جميع الاخوان، وتابعوا معنا عاوتاني الفيديو.